كم عدد ركعات صلاة الضحى ومن جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم خرج من المسجد دون أن يصلي، هل ينطبق عليه أجر عمرة تامة؟ لا، لا ينطبق عليه إلا إذا فعل ما جاء في الحديث أنه يجلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، فبذلك يحصل على أجر عمرة تامة. وأما صلاة الضحى فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، ووقتها يمتد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وهي سنة مؤكدة. نعم.